العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض ان انا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. من أكثر الحاجات الجميلة اللي تميز كنيستنا القبطية الأرثوذكسية طقسها، الطقس بتاعها والليتروجية بتاعتها. وإحنا عارفين دايما كلمة طقس اللي جاية من تقسيس يعني نظام، وقد كده بنشوف إزاي الصلوات الجماعية اللي بنصليها في الكنيسة بتاعتنا منظمة جدا، وكل حركة طقسية بنعملها لها مدلول ولها معنى، وبتقربنا أكتر إن إحنا ندخل في العمق في الصلاة، لأن إحنا فعلا ساعتها نكون كأننا بنعاين السماويات بالظبط. قديس يوحنا ذهبي الفم تأمل كده في الطقس بتاعنا وفي الليتروجية، وقال إن الطقس المسيحي بتاعنا الأرثوذكسي ده هو اللي بيخرج بالإنسان المسيحي خارج حدود الجسد، ويخلي الروح تسمو وتسبح في عالم السماويات. والحقيقة أحبائي دي نقطة مهمة، عشان احنا لو فعلا بنقف نصلي ونشوف الحركات الطقسية كلها، احنا مركزين فيها وفاهمين معنى كل حركة منها، احنا فعلا هنحسب كأننا واقفين في السماء، وعمر ما هتبقى الصلوات بتاعتنا لمجرد ان الوقت اتأخر او ليه طولنا او لا، بالعكس هتلاقي الانسان عايش حياة السماء بالظبط. عايز اقرب لحضراتكم عشان تبقوا شايفين ازاي الطقس بتاعنا ده متاخد من الانجيل، متاخد من الانجيل بصوره مطابقه تماما. عايز حضراتكم ارجعوا لسفر الرؤيا وشوفوا الرؤيا اللي شافها القديس يوحنا الرائي، وهو بيوصف كده منظر السماء، وهو بيوصف الخروف القائم كانه مذبوح، وجنبه طغمات ورتب الملائكه الشاروبيم والسرافيم، وبعد كده ال 24 شيخا اللي ماسكين جامات في أيديهم وبيقدموا بخور وهو صلوات القديسين، وبعد كده الناس اللي من كل الأمم ومن كل الشعوب والمتسربلين بالزي أو باللبس الأبيض. شوف المنظر ده وطبقه بما يحدث في طقس القداس الإلهي، تلاقي كأنك بالظبط واقف موجود معاهم وبتشارك القديس يوحنا الرؤية اللي هو شايفها. مسيحنا موجود قدامنا على المذبح فعلا، خروف قائم كأنه مذبوح، ذبيحة بنشوفها قدامنا، وبنشوف ازاي الاب الكاهن بياخد من الكأس من الدم ويمخض بيه القربانة او الجسد، فيصبح فعلا جسد بدمه زي ما بيقولوا. ولعظمة التعبير بتاعنا بتاع الليتروجية لو انت تركز فيه تلاقي ان كلمة جسد اللي بنستخدمها في اول القداس نقول كده ايه، نقول ساركس يعني جسد، اللي هو في الايه، في الجزء الاولاني بتاع تجسد وتأنس، اخذ جسدا. لكن لما نيجي في الجزء اللي بعد التقديس في الاخر نقول ايه، نقول سوما. سوما يعني ايه بقى؟ يعني جسد بدمه. قد كده كلمات الليتروجية وكلمات الطقس معبرة جدا عن اللي بيحصل، ازاي تحول او تحولت هذه القربانة الى جسد الله، وتحول هذا العصير العنب الى دمه، واصبح في الاخر قدامي خروف قائم كأنه مذبوح، جسد بدمه، ونتناول جسد الله ودمه بمنتهى الإيمان. قد إيه طقس كنيستنا طقس مفرح جدا. تقول لي طب هو ده أساسي للخلاص؟ أقول لك بص، كل حاجة ربنا عملها لك من أجل خلاصك، خلاصنا هو بالمسيح. لما تقرأ كلمات الكتاب المقدس وتعيشها، هي دي كلمات الله اللي مكتوبة بوحي الروح القدس اللي توديك ناحية الخلاص، وتخليك لو سعيت فيها ونفذتها فعلا تخلص. الليتروجية، الصلوات الجماعية اللي بنمارسها في الكنيسة بخلاف صلواتك الفردية في مخدعك، أيضا شيء يدعوك إلى أو يدخلك أوي في العمق، ويخليك تسعى إلى خلاص نفسك عن طريق أنك تقدم توبة وتتناول من جسد الله ودمه اللي هو حياة أبدية. ومن يأكل من جسد الله ودمه يعمل إيه؟ يثبت فيه أيضا.
يبقى قد كده. تخيل كده وانت بتعيش الصلوات بطقسها الحلو، بتعيشها وانت بتفتكر دايما وانت سامع الصلوات دي خطيتي، وازاي انا بقدم توبة طول فترة الصلاة، ازاي وانا قاعد مع الاب الكاهن في سر الاعتراف انا ببقى قاعد وايماني اني امام الله الحي وبعترف واقر امامه، وبعد كده اسمع بقى الحل من فم الاب الكاهن ربنا بيدهولي لما يقولك كده: يا رب عبدك هذا الذي يحني رأسه امامك، طهره من كل خطاياه، قطع كل رباطات خطاياه، باركه، طهره، حالله. بالصلوات الحلوة دي والأسرار الكنسية بتاعتنا دي يخرج الإنسان في منتهى الفرح. ليه؟ لأنه يشعر فعلا بتمام الغفران وبالحياة الجديدة النقية بقى، ونسيان كل ما هو فات، تطبيقا لكلمة الله أن خطاياكم لا أعود أتذكرها. فقد كده فعلا طقسنا في الكنيسة طقس حي، ما بنمارسوش إحنا بصورة جامدة، ولكن كل مرة بنقف فيها على المسبح نحن واقفين أمام الله اللي بيقدم ذاته من أجل كل شعبه اللي بيصلي، ومن أجل الكاهن، ومن أجل الشمامسة، وكل الناس دي بتقدم توبة حقيقية لكي من في الآخر تنال جسده ودمه من أجل غفران الخطايا. أدعوكم دايما أن وإحنا بنصلي طقوسنا كلها بوجه عام، سواء القداس أو غيره، صلوات الليتروجية، التسبحة، نعيشها بالروح، هنحس أن إحنا فعلا صدقوني مش عايشين على الأرض، إحنا موجودين في اللحظات دي في السماء. ربنا يدينا دايما بركة اللحظات الحلوة دي والأوقات المقدسة دي نعيشها زي ما ربنا عايزنا نعيشها، وليس بصورة روتينية. ساعتها هنبقى متمتعين وفي غاية المتعة وفي غاية الروعة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. أنا ميرا، بنت من بنات القديسين، ودول صحابي. أنا بنت مسيحية عادية جدا زي كل البنات، فرحانة بكنيستي، أبائي، وبيتي، وعيلتي. بس ساعات كده مخي بيسرح في أسئلة وبقى محتاجة إجابة للأسئلة دي. يعني مثلا النهاردة كلنا بنحتفل باليوبيل الذهبي للكنيسة، وبتدور الاحتفالية عن المقولة الشهيرة للقديس أغسطينوس: لا خلاص خارج الكنيسة. السؤال بقى اللي دار في مخي: إزاي لا خلاص خارج الكنيسة؟ في آية في الكتاب المقدس بتقول: ليس بأحد غيره الخلاص للقديس بولس الرسول. عارفين ميرا عملت إيه؟ والمفروض كلنا نعمل إيه لما مخنا يشت؟ نعمل زي ما السيد المسيح علمنا وقال لنا: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. وهنا ظهر دور كنيستنا، ما سبتناش لأفكارنا وتشتتنا، عملت لنا مدرسة الكتاب المقدس برعاية أبونا مقار. المدرسة علمتنا إزاي نفتش في الكتاب المقدس بفهم ونداوم على التعليم، وبيها نفذنا آية القديس بولس الرسول اللي بتقول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. ومن هنا ومن تفتشنا في الكتاب المقدس عرفنا إجابة السؤال: إزاي لا خلاص خارج الكنيسة وليس بأحد غيره خلاص؟ وضح القديس بولس الرسول لما قال: المسيح والكنيسة كيان واحد، الاتنين متحدين، الاتنين بيوصلوا للسماء. بس عارفين وضحها إزاي؟ هقول لكم. زي علاقة الجسد بالرأس، الكنيسة هي الجسد والمسيح هو رأس الكنيسة. خلي بالك، على الرغم ان الاتنين كيان واحد، لكن الرأس رأس والجسد جسد. شوفوا لقينا ايه تاني لما فتشنا في الكتاب المقدس؟ لقينا آية قالت لرجل غير مؤمن بتقول: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وآية تانية اتقالت لشاب قابل السيد المسيح وكان بيسأله: أي صلاح أعمل حتى تكون لي الحياة الأبدية؟ عارفين السيد المسيح قال له إيه؟ قال له: احفظ الوصايا. ولما قال له: حفظتها، فكان رد السيد المسيح: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. أنتوا فهمتوا زي ما أنا فهمت؟ أكيد فهموا زي ما كلنا فهمنا. فهمنا إن الإيمان هو الخطوة الأولى اللي هتوصلنا للخلاص. دم المسيح هو نقطة البداية في الخلاص. بس خلي بالكم،
بعد الإيمان لازم الأعمال الصالحة اللي تليق بالإيمان ده، لأن إيمان بدون أعمال ميت. وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. لازم يكون إيماني حي، إيماني عامل بمحبة. بعد إيمان أي واحد لازم على طول المعمودية، زي ليديا بائعة الأرجوان، زي كرنيليوس، زي الخصي الحبشي، زي سجان فيليبي، بعد إيمانهم على طول اعتمدوا. يبقى لازم بعد الإيمان المعمودية، لأن بدون المعمودية لا يقدر إنسان أن يدخل ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. بدأ الخلاص بموت المسيح على الصليب ودفع ثمن الخطية واشترانا بدمه، وده إيماننا اللي بنؤمن بيه. وعلشان يكون ليك نصيب في الخلاص ده لازم تشترك مع المسيح في موته، مدفونين معه في المعمودية، لأن المعمودية شركة في موت المسيح، اعتراف بأن أجرة الخطية الموت. خلي بالكم مش هتلاقوا سر المعمودية إلا في الكنيسة، وبتاخدوا السر من خلال سر الكهنوت. يبقى لا خلاص خارج الكنيسة. وبعد المعمودية بيجي سر المسح. كان في أول إيمان المسيحي المؤمنين بياخدوا سر المسحة بوضع أيدي الرسل عليه، وده كان قبل استخدام الميلون زي إيمان السامرة وإيمان أهل أفسس، فهي من قدوس ثابتة وحق. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم المسحة عينها عن كل شيء فهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. وعن طريق سر المسحة بتاخدوا عطية الروح القدس، توب ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. خلي بالكم مش هتلاقوا سر المسحة غير في الكنيسة، وبتاخدوا سر المسحة من خلال سر الكهنوت. يبقى لا خلاص خارج الكنيسة. نوصل لسر مهم جدا وغالي علينا قوي، مش بنلاقيه إلا في الكنيسة، وهو سر الإفخارستية. هسألكوا سؤال، هل في يوم عدى عليكم من غير غلط؟ أكيد لا. طب إيه الحل؟ الحل هو الذبيحة المقدسة، جسد الرب ودمه. الإفخارستية امتداد لذبيحة المسيح، عشان كده لا يمكن أن تخلص من خطاياك بدون سر التناول. الحياة الأبدية بتوصل لها بالتناول من جسد الرب ودمه. إن لم تأكلوا جسدي من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. خلي بالكم مش هتلاقوا سر التناول إلا في الكنيسة، بتاخدوه من خلال سر الكهنوت. يبقى لا خلاص خارج الكنيسة. نوصل لسر مهم جدا ومش هتلاقيه غير في الكنيسة، سر التوبة والاعتراف. الكنيسة الأولى مارست السر في أيام أبائنا الرسل، كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. عارفين ليه الكنيسة الأولى مارست السر؟ الإجابة هتلاقوها في الآية دي، إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كل واحد فينا محتاج أن يقول خطاياه أمام أبونا الكاهن، فياخد الحل من الكاهن وتتغفر له خطيته. خلي بالكم مش هنلاقي سر التوبة والاعتراف غير في الكنيسة، وبناخد الحل من خلال سر الكهنوت. يبقى لا خلاص خارج الكنيسة. سر الكهنوت معاك في كل سر، واللي بيعمله أبونا الكاهن. أيوة حبايبي، أنا أبونا الكاهن اللي بحمل سر الكهنوت. السر اللي بيقدم لك ويقدم لك عمل الروح القدس في الأسرار اللازمة لخلاصك، زي سر المعمودية، سر مسحة الروح القدس، سر الإفخارستية، وسر التوبة والاعتراف. وبقدم لك كمان سرين ممكن ما تكونش محتاجهم لخلاصك، زي سر الزيجة بس بتحتاجه لو كنت عايز تتجوز، وسر مسحة المرضى وده بتحتاجه لو كنت مريض. أمريض أحد بينكم فليدع خصوصا الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. الخلاص مقدم للجميع، لكل من يؤمن بالسيد المسيح، لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. الإيمان هو الخطوة اللي بتؤهلك من أوائل الأسرار اللازمة لخلاصك.
اللي مدخلها الكنيسة ومش هتلاقيها خارج الكنيسة. الكنيسة مش ماسكة لله مع المؤمنين بس، لكنها حياة معاه. فهتلاقي في الكنيسة الليتورجية صلاة جماعية، قداس، صلاة عشية، تسبيحة. هتلاقي فيها كمان كينونيا، الشركة مع روح القدس. إذا الكنيسة هي حياة وشركة مع الله. يبقى ليس أحد يريد الخلاص ولا خلاص خارج الكنيسة.